أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على دعوتهم للمشاركة في الدورة السابعة لقمة إدارة الطوارئ والأزمات، والتي تنعقد برعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد النهيان نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني. كما يسعدني أن أتقدم للهيئة والقائمين على هذه القمة بالشكر الجزيل على حسن التنظيم لهذا الحدث الذي يعتبر من الفعاليات المتخصصة والمهمة على مستوى المنطقة. إن الحديث عن الطوارئ والأزمات أصبح حاجة ملحة وضرورية نظراً لتعدد القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، ومنها الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية والاقتصادية، وصولاً إلى قضايا الأمن الوطني المتعلقة بالإرهاب والحروب والصراعات. سيدات والسادة، لقد مر العالم بالعديد من الأزمات والكوارث الطبيعية التي تطلبت جهداً وتنسيقاً كبيراً للتعامل معها، ولعل آخر أزمتين على مستوى دولي وإقليمي ما زالتا مرتبطتان بالذهن، هما جائحة كوفيد-19 وزلزال شرق المتوسط، ولعل هاتان الأزمتان عززتا الإدراك العالمي تجاه ضرورة التعامل مع إدارة الأزمات والطوارئ ضمن مجموعة متكاملة من المعطيات، أهمها التفكير الاستراتيجي والاستعداد والتخطيط والتكيف والتواصل الفعال. وهذه المعطيات تحتاج إلى مؤسسات وطنية راسخة ومتمكنة. لذلك أصبح من الواضح تماماً أن مثل هذه المؤسسات ذات أهمية قصوى في مواجهة احتمالات الأزمات والطوارئ والكوارث بغض النظر عن نوعها. كما أثبتت الأزمات الكبرى التي مر بها العالم خطأ بعض التوجهات التي كانت تروج أن هناك ارتباطاً بين آليات التصدي للأزمات وبين طبيعة النظم السياسية القائمة، إذ أنه أصبح من الواضح تماماً أن كفاءة الدولة الوطنية وتنظيمها وقدرتها على إدارة المجتمع كانت العامل الرئيسي في التعامل مع الأزمات بغض النظر عن طبيعة وتركيبة النظام السياسي. إن المؤسسات المرتبطة بالأزمات والطوارئ هي مؤسسات محورية ومركزية لضمان أمن الدول، مثلها مثل أي مؤسسات أمنية أو دفاعية، وهذا لا ينفي بالضرورة أن هناك بعض الأنظمة تستغل مثل هذه الأحداث الإنسانية لإعطائها بعداً ترويجياً وأيديولوجياً يخدم مصالحها وتوجهاتها السياسية. ورغم ذلك أثبتت التجارب أن قدرة الدولة الوطنية وكفاءة أجهزتها هي أهم عنصر من عناصر التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية. سيدات والسادة، لعل الدرس الأكثر أهمية ضمن الدروس المستفادة من الأزمات الكبرى التي واجهت العالم خلال السنوات القليلة الماضية هو التوصل إلى قناعة راسخة بأن الدولة الوطنية التي تمتلك المؤسسات القوية والأنظمة التنسيقية باستطاعتها التفوق في إدارة الأزمات والكوارث وتجنيب شعوبها التداعيات والآثار السلبية في حال وقوع أي أزمة أو كارثة طبيعية. إن كفاءة هذه المؤسسات ووضوح قنوات التواصل وآليات الإدارة الجماعية والتخطيط المرن المدعوم بالقدرة على التنفيذ يعتبر مفتاحاً رئيسياً من مفاتيح النجاح في مواجهة الأزمات والكوارث. فبدون هذه العناصر من الطبيعي أن تزداد حدة أي أزمة، نظراً لكون العمل وقت الأزمة
أحياناً يتميز بالارتجال الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية تعمق الأضرار بدلاً من معالجتها. وهذا ما يقودنا إلى الاستعداد إلى أهمية الاستعداد المبكر من خلال وضع إطار تنظيمي ومتابعة حثيثة وشراكة تشمل جميع الجهات المعنية. فالاستعداد والتخطيط المسبق يمثلان بوصلة العمل التي تقود كافة الفرق خلال حدوث الكوارث والأزمات. ومن الطبيعي أن يشتمل هذا الإطار التنظيمي على الخطط الموزعة حسب طبيعة ونوع ومدى اتساع أي كل أزمة، ووجود استراتيجيات محددة وواضحة للاتصال بين كافة الجهات المعنية، وكوادر مؤهلة ومدربة تتمتع بقدرات وخبرات مكتسبة من خلال التأهيل والتدريب المستمر، فضلاً عن تخصيص الموارد المالية والبشرية. وكل ذلك في مجمله يؤدي إلى استجابة منسقة وكفاءة عالية للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ. سيدات والسادة، لقد واجهنا في الإمارات مثل كافة دول العالم جائحة كوفيد-19، ومن خلال النتائج التي ظهرت للجميع يحق لنا أن نفخر بأن دولتنا قادت تجربة ناجحة أثبتت من خلالها مؤسساتنا الوطنية قدرة تنظيمية كبيرة على مواجهة هذه الأزمة الصحية الحادة رغم تداعياتها الكثيرة والمتنوعة وطبيعتها ومدى انتشارها. في بدايات الجائحة كان التعرف على معالم هذه الأزمة غير المسبوقة يمثل تحدياً في حد ذاته، نظراً لكون العالم لم يشهد مثل هذه الأزمة منذ عقود طويلة، خاصة وأن الجائحة ذات أبعاد متشعبة اقتصادية وصحية واجتماعية وأمنية، وكل هذه المعطيات تتطلب توازناً وحذراً شديداً لضمان عدم إخفال أي جانب من الجوانب، رغم أن مثل هذا التوازن أحياناً ما يكون أمراً صعباً صعب التحقيق، إلا أننا تمكنا من الخروج بتجربة ناجحة في كافة جوانبها، خاصة تلك المرتبطة بالإنسان واقتصاد الدولة. وهنا لابد من الإشارة وبكل اعتزاز إلى الدور الريادي الذي قامت به القيادة الحكيمة في تعاملها مع الأزمة منذ بدايتها وحتى الإعلان عن تجاوزها. فقد تعاملت القيادة بفكر استراتيجي شامل يوائم بين المتطلبات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وكل ذلك تحت ضغط الوقت وطبيعة الأزمة التي فاجأت العالم بحدتها واتساعها وتداعياتها. وقد رأينا كيف عاشت الكثير من الدول أوقات من التخبط في بدايات الأزمة، وهذا ما انعكس على قدراتها على التعافي السريع وتجاوز الآثار السلبية للجائحة. لقد كانت مؤسساتنا الوطنية سباقة وذات كفاءة عالية في القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب وإدارة المشهد العام بشكل يوازن بين الأولويات والنتائج المطلوبة والسيناريوهات العديدة التي كان العالم والمنظمات الدولية المعنية يتوقعون حدوثها. كما لا يفوتني الحديث عن فعالية التواصل الفريد الذي أخذته القيادة على عاتقها، فقد كانت حاضرة في المشهد بشكل متواصل، فالناس كانت تعيش لحظات من عدم اليقين وفي وقت أحوج ما يكونون فيه إلى من يعزز ثقتهم ويؤكد لهم أن الأمور بخير وتحت السيطرة. وقد كان للرسائل التي أرسلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله لكافة شرائح المجتمع وللعاملين في خط الدفاع الأول الدور الكبير في تطمين الجميع وبث روح من التفاؤل والأمل وترسيخ القناعة بأن الإمارات لديها من القدرات والإمكانات
التي تضمن أمن وصحة وحياة كل من يعيش على أرضها دون تمييز أو تفريق. إن هذا التواصل القيادي الفعال جاء من فهم عميق ودقيق للأوضاع، فرغم الضغوط الكبيرة والمتطلبات العديدة وتزاحم القرارات، لم تنسى القيادة أن الإنسان العادي بحاجة إلى من يعزز ثقته وإيمانه بالقدرة على تجاوز الأزمة. وهذا التعامل الحكيم والإنساني هو ما ميز تعامل قيادتنا مع الأزمة. إن التعامل بديناميكية ومرونة خلال الأزمة كان في غاية الأهمية، وهذا ما عززه وجود فريق عمل متمكن وأدوات تنسيق قادرة على الإدارة الفعالة للإمكانيات اللوجستية والطبية. فقد كان واضحاً بشكل جلي أن كفاءة النظام الإماراتي تم امتحانها وخرجت بنجاح لافت ومقدر من مختلف دول العالم، حيث أثبتت التجربة أن التفكير الذي يستشرف المستقبل والاستباقية في العمل أداتان مهمتان لمواجهة الأزمات والطوارئ والمحافظة على الاستقرار والازدهار. سيدات والسادة، رغم مضي نحو 3 سنوات على تفشي الجائحة وخروج العالم من هذا الامتحان الصعب، إلا أن العديد من دول العالم ما زالت تعاني من آثارها وتداعياتها، خاصة تلك المرتبطة بالنمو الاقتصادي ومؤشرات التنمية المختلفة. إلا أننا في الإمارات وبفضل القيادة الحكيمة والحصيفة وكفاءة الفرق التنفيذية في التعامل مع الجائحة بدرجة كبيرة من الشفافية والفعالية، قد نكون في صدارة الدول التي تعافت بشكل كلي من هذه التداعيات. فقد كانت الإمارات وعبر إكسبو 2020 أول دولة تنظم حدثاً عالمياً بعد الجائحة وضمن أعلى معايير الصحة والسلامة، كما أن الدولة تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي استثنائي خلال العام 2022، وحققت قفزات نوعية في نمو التجارة الخارجية واستقطاب السياحة والاستثمار في الوقت الذي ما زال جزء كبير من العالم يواجه التداعيات السلبية للجائحة. سيدات والسادة، لقد أثبتت التجارب أن لا أحد بمنأى عن مواجهة الأزمات والكوارث، وهذا ما يتطلب مواصلة الاستعداد والتخطيط والعمل الاستباقي والتفكير خارج الصندوق للاستعداد للأزمات المتوقعة. فما يشهده العالم من تطورات بالضرورة سينعكس على نوعية وشكل الأزمات التي لن تقتصر على الكوارث الطبيعية، ولا بد من اعتبار ذلك جزءاً رئيسياً من الحياة الحديثة، لا مجرد حدث طارئ يتم التعامل معه عند وقوعه. الحضور الكرام، لقد أصبح العالم أكثر ترابطاً، ولا يمكن لأي دولة أن تعيش بمعزل عما يجري في محيطها سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي. لذا فمن الضروري أن نواصل عملية تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب والخبرات عبر المنصات المختلفة، ومنها قمة إدارة الطوارئ والأزمات التي تجمع نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة آخر المستجدات والتوجهات العالمية والتحديات المرتبطة بإدارة الأزمات والطوارئ. أكرر الشكر للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وللقائمين على هذه القمة المهمة، وأتمنى أن تخرج من خلال النقاشات التي تتضمنها أفكار ومقترحات جديدة تمكن الجميع من تطوير آليات العمل والاستعداد للمستقبل. وشكراً لكم.